ينضم إلينا من بيروت أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية في بيروت. أهلا بك معنا أحمد. إذن أحمد، ماذا حملت الجلسة التشاورية لمجلس الوزراء اللبناني وفي هذا الظرف الدقيق التي يعيشه لبنان والمواطن اللبناني، ولماذا اليوم تحولت من جلسة طارئة إلى تشاورية؟ نعم، تحياتي لك في البداية. بالفعل الجلسة تحولت من جلسة طارئة حكومية إلى لقاء تشاوري، وذلك بسبب الخلافات داخل مجلس الوزراء حول دستورية انعقاد جلسات مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال في ظل الشغور الرئاسي. فتفاديا لهذا الخلاف تم تحويل الجلسة من جلسة طارئة لمجلس الوزراء إلى جلسة أو لقاء تشاوري لإتاحة الفرصة أمام الوزراء المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء للمشاركة في هذا اللقاء، علما بأن اللقاء تضمن تفاصيل وجدول أعمال أو موضوعات لا تناقش إلا في جلسة لمجلس الوزراء. وبالفعل حضر 3 وزراء على الأقل من الوزراء المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء على مدار الأشهر الماضية. بالفعل الجلسة تناولت موضوعات في غاية الأهمية وفقا لتوصيف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الذي تحدث في مستهل اللقاء وقال إن هناك 3 موضوعات رئيسية للنقاش حولها. الملف الأول هو الوضع الأمني في سواء في الداخل اللبناني أو في الإقليم. في الداخل اللبناني في هناك تزايد أو ظاهرة ملحوظة للجرائم المرتكبة في داخل الدولة اللبنانية، أيضا الوضع الأمني في الجنوب اللبناني والتوترات الأمنية المتصاعدة في الجنوب اللبناني، فضلا عن الوضع الإقليمي المتصاعد خلال الساعات الماضية. في هذا الصدد أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن لبنان واللبنانيين ليسوا دعاة حرب، وأنه يطالب دائما بوقف الانتهاكات المستمرة للأجواء اللبنانية وأيضا استباحة الأجواء اللبنانية، كما يؤكد أيضا أن لبنان يتقدم بدائما أو يسير في المسار الدبلوماسي عبر تقديم شكاوى لمجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية. هناك أكثر من 35,000 شكوى تقدم بها لبنان منذ صدور القرار 1701 وحتى اليوم، أي أن الانتهاكات الإسرائيلية حتى كانت قبل العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني منذ نحو 6 أشهر. الملف الثاني الذي تم التطرق إليه وهو ملف النزوح السوري في لبنان، دعا ميقاتي أيضا إلى موقف موحد للحكومة اللبنانية من النزوح السوري، وكما طالب أيضا وزير الداخلية والبلديات بتطبيق كافة القوانين اللبنانية على النازحين السوريين سواء المقيمين بشكل شرعي أو النازحين جراء التوترات والأوضاع الأمنية في سوريا، فطلب بتطبيق القانون بشكل كامل على كافة النازحين السوريين في الدولة اللبنانية. كما أشار أيضا كان وزير الداخلية والبلديات قد تحدث من قبل وقال أن قرابة 30 أو 35% من المحبوسين في السجون اللبنانية هم من السوريين بسبب تزايد عمليات الجريمة في الدولة اللبنانية خلال الفترة الماضية. ربما الملف الثالث الذي تطرق إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي هو الوضع التمويني وتأمين المستلزمات الأساسية للمجتمع اللبناني في ضوء التصعيد والتوترات الأخيرة الحاصلة في الدولة اللبنانية. كان هناك إقبال كبير جدا وتزاحم أمام محطات الوقود على مدار الأيام الماضية خوفا من انقطاع الوقود في ظل التوترات الإقليمية، ولكن كانت هناك طمأنة أن الوقود في لبنان وأيضا كافة السلع الغذائية في لبنان مستقرة ووضعها مستقر ولا خوف من انقطاع أي سلعة في ضوء التوترات الأخيرة. طب إذن أستاذ أحمد، يعني اليوم هل برأيك اليوم هناك إجراءات يمكن اتخاذها من قبل الحكومة؟ يعني أعرف أن هذه الحكومة عقدت اليوم هذا اللقاء التشاوري من أجل ممكن أن نقول أن يعني عدم جر لبنان أو انزلاقه إلى مستنقع الحرب، هل يمكن اتخاذ إجراءات أكثر في هذا الموضوع تحديداً؟ نعم، بكل تأكيد فالحكومة اللبنانية تبذل والدولة اللبنانية بشكل عام تبذل جهودا مكثفة على مدار الأشهر الماضية من أجل البحث عن حل دبلوماسي وسياسي للأزمة في الجنوب اللبناني، علما بأن هناك قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006 وهو القرار 1701 والذي يقضي بوقف إطلاق النار ويضع خارطة طريق
لإنهاء التوتر بشكل حاسم في الجنوب اللبناني، ولكن تطبيق هذا القرار بات بعيد المنال بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لهذا القرار، وبالتالي الحكومة تسير في مسارها السياسي والدبلوماسي، أما الوضع الميداني فيحكم التطورات الميدانية سواء من قبل حزب الله أو من قبل التصعيد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي صعد خلال الأيام القليلة الماضية من عدوانه بشكل كبير جدا على الجنوب اللبناني وعلى مناطق متفرقة بالأراضي اللبنانية. فالحكومة تسير في مسعاها، ولكن المسعى الدبلوماسي والسياسي يسابق التطورات الميدانية في الجنوب. إذن شكرا لك أستاذ أحمد سنجاب على كل هذه الإيضاحات.